بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أهلا بكم إخواني وأخواتي. أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، أحسن حال وسعادة يا رب. معانا عملة النص جنيه التذكاري اللي هو مدينة العلمين الجديدة. مدينة العلمين الجديدة ده هو يا جماعة اللي هو 2019 1440 هجريا. وطبعا مناسبة اتسقط العملة دي بمناسبة المدينة الجديدة بتاعت ايه العلمين الجديدة دي. العملة دي مطلوبة على فكرة، وفي ناس كتير بتطلبها حتى من بره. والله في واحد طالب مني كام عملة كده، وكل عملة تذكارية انت حر تصبر شوية تصبر، ما تقوليش اصبر قد ايه، وما تقوليش اشتري عملات، ما تقوليش انا معايا 200 عملة اشتري، في حد بيشتري 200 عملة، في حد بيشتري 100 عملة مع بعض، ليه الكلام ده؟ ملوش لازمة أصلا أي كلام وأي تعليقات سخيفة ملهاش لازمة. تمام، تشاهد الفيديو شاهد ومش هتشاهد وسيلة مش مشكلة، مر مرار الكرام عليه وخلاص. تمام، وانا احترم كل راي كل واحد وبرد على الكل وتحت امر الكل في اي استفسار واي شيء عن العمله. تمام، غير كده طبعا ما لا اسال. عندك الدولار بيزيد فكل شيء بتزيد، تمام ولا لا؟ العمله دي طبعا هنتكلم عن اسعارها العاديه، العمله العاديه خالص غير الاخطاء. تمام، مالناش دعوه بالاخطاء، الاخطاء طبعا كتيره، في منها شائع وفي منها طبعا نوادر. الشائع طبعا اللي هو موجود كتير بكثره مع الناس، ده بيتواجد كتير بتلاقيه بيزيد 5 جنيه 10 جنيه بالكتير، انما اللي هي القطع النادره اللي هي الاخطاء النوادر بيزيد طبعا الضعف. فطبعا بتلاقي منها اخطاء قشط وطمس للعمله وعدم وجود تاريخ وميول، واحيانا توجد منها عمله من معدن واحد اللي هو الحديد، الحديد بس مش نحاس مطلب الفلاس. تمام، واخطاء كتيره طبعا، وارجو ارسال الاخطاء اللي قلت لكم قبل كده، ابعتوا لي الاخطاء بتاعتكم علشان اعرضها على القناه، وافيدكم بالسعر والتقييم والاخطاء الشائعه ما بتزيدش كتير. تمام، والاخطاء غير الخطا ده غير الخطا ده، انا بعرض لك عملتك، انا بسوي لك عملتك، عايز اكتر من كده؟ انما انا سبحان الله فبعتوا لي عملتك واعمل لي فيديو بس دقيقه او بتاع او حاجه زي كده وابعت لي العمله بتاعتك وربنا يسهل. ممكن هو يشوفها، ممكن بتاعته تكون عمله نادره يعني. طالما عايز تبيع، مش عايز تبيع دلوقتي خلاص اصبر يا جماعه، العمله البلاستيك كده كده طالعه والعملات كلها طالعه، العملات كلها دي هتزيد 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 لانها تتطلب. ما فيش يا جماعه مصر كلها مش بتلم عملات، ده يعني 2 3 مليون واحد اللي بيلم العملات وعارف قيمتها وعارف ثقافه العمله، وفي ناس بتلم وما بتبيعش زينا، وفي ناس يعني، فهتلاقي مش كل الناس اللي عارفه العملات، والا ما كانتش وصلتك ووصلتنا ووصلت ده وصلت دي، صح ولا لا؟ فبكره كده كده هتتطلب العمله البلاستيك لما تنزل والعملات تتداول ديت هتتمنع خلاص، مش هيبقى في موجود منها، هتلاقي كله بيطلب البيوت كلها، اي واحد حتى العاده يطلبها يقول لك اه شكلها حلو، يا ريتني عندي مني والله اخد منها ان شاء الله تكون ب 100 جنيه ياخدها يحطها في البيت بس شكلها حلو. شوف بقى، وفي ناس كتير قوي طبعا وانتوا عارفين الطرق بتتباع وكل شيء بيتباع، العملات مش هتتباع. ده مش موضوعنا دلوقتي، نتكلم عن العمله ديت بتاع النص جنيه طبعا اللي هو بتاع العالمين، مدينه العالمين الجديده. ده طبعا نشوف سعره في الكتالوج العالمي ايه، بس نشوف الاول العمله دي من ايه. العمله دي يا جماعه من النحاس المطلي بالفولاذ، الوزن بتاعها 6.5 جرام، 6.5 جرام. الوزن بتاعها كام؟ 6.5 جرام. القطر بتاعها 23 مللي، السمك بتاعها 2.3 مللي. عدد الصك من القطعه دي كام؟ ده مؤاخذه، عدد الصك منها 25 مليون قطعه، 25 مليون قطعه يا جماعه. سعرها مكتوب في الكتالوج العالمي بالضبط، كتالوج العالمي للعملات، عملات العالم كلها طبعا، ورق ومعدن كله كله يا جماعه، مكتوب فيها بالظبط السعر بتاعها 25 جنيه و80 قرش، 25 جنيه و80 قرش، زي ما بتكتب مثلا بالدولار برضه بيبقى مكتوب مثلا هنا 20 دولار و55 سنت، هي نفس الشيء يا جماعه، بيجيب لك بالظبط سعرها. هو ده يعني جايز، بص دي مش معموله من معادن، متكلفه قد كده متكلفه قد كده، وبعدين مش احنا اللي بنقول سعرها، هو ده سعرها اللي جاي. هتبيع بكده، هتبيع، هتبيعها بجنيه، هتبيعها ب 5 جنيه، بيع، انت حر، دي ما اقدرش، انت حر في عملتك. فطبعا يعني السعر المقدر للعمله دي كام؟ السعر يا جماعه للعمله ديت من 20 جنيه او 25 جنيه او 30 جنيه، وممكن يزيد حسب الحال. وده السعر العادي بتاع العمله اللي هي العاديه، ما حدش ليه دعوه بالاخطاء، احنا ما بنتكلمش عن اخطاء، بنتكلم عن حاجه. ده العمله دي تتباع اقل من كده؟ لا، انا بقول لك تتباع اقل من كده؟ لا، تتباع اقل من 20 جنيه. تمام، انا ما بقولش 25 جنيه، بقول 20 جنيه بس، هي تتباع ب 25 جنيه، ما تباعتش دلوقتي ان شاء الله ما تباعتها، انت ما بتاكلهاش وتشربها، عينها دلوقتي واحفظها، كده كده العملات هتزيد، كده كده العمله معاك بتزيد ما بتنقصش ابدا، انما تبيعها ببلاش هو اللي هيستفيد بيها، وهتيجي في يوم من الايام تقول يا ريتني ما بعتها، وانا بقول لك كده في يوم من الايام هتقول الراجل ده كان عنده حق، العملات زادت اهيت، ويا ريتنا عيننا العملات دي وحافظنا عليها. تمام، ارجو ان اكون بفيدكم.